اول شيء ايش بدخل عندي على السيستم؟ شو الباور الرئيسيه اللي بتدخل على السيستم عندي؟ الكتريكال. فراح نحط هون هلا كيف بحسب الالكتريكال باور ل 3 فيز موتور؟ لو عندي 3 فاز موتور 3 فاز جذر 3 باور الكتريكال بتساوي جذر 3 في في ايش؟ RMS ولاين ولاين لاين واي لاين. متذكرين شو الفرق بين اللاين والفيز؟ اذا عندي هذا محرك هيك بغض النظر عن وصلته الداخليه، يعني نفترض انه هذا المحرك مشبوك هيك مثلا، وين هاي لاين هون؟ هذا هو هاي لاين في لاين. لو كان عندي هذا السيستم ستار كونكتد اي لاين، هون فيش فرق بين اي لاين وفي لاين، اي لاين واي فيس هي اي لاين. بس في لاين وين هون؟ كل واضح فاهم؟ لو انا غلطت في لاين هون ايش كنت راح اخذ؟ هي في فيس وهي في لاين. ايش الفرق بين الماجنتيود بين في لاين وفي فيز؟ كمان ماجنتيود جذر الثلاثة. هون في لاين في فيز ما فيش فرق بينهم مضبوط؟ هي في لاين هي في لاين نفسها، لكن اي لاين واي فيز بيختلفوا مش هيك؟ اي لاين هون اي فيز هون، والفرق بينهم بالماجنتيود مش بالزاوية، الزاوية شيء ثاني، بالماجنتيود ايش؟ ماشي واضح هذا؟ إذا هون باخذ في لاين اي لاين وساين وفاي على فكرة هي الزاوية بين V فيز و I فيز. عشان كنت تحكي إذا ما نحتاجها بعدين لما نيجي لأسئلة. إذا دخلت عندي هاي الإلكتريكال باور شو وحدتها؟ واتس. هلا إيش أول شيء راح يروح من عندي؟ كوبر لوسز. الروتر الستيتر كوبر لوسز. إذا هاي V ستيتر كوبر لوسز. إيش بعدين راح يروح عندي؟ كوبر لوسز. اللي هي مكونة من بشكل رئيسي ايش مكونة؟ هم شو اللوسز؟ ايدي كارنت وهيستريسيس. هلا هون وين بعبر؟ هلا بعبر الاير جاب. لذلك عندي هون باور اللي ظلت هاي هاي باور اير جاب، لانها عبرت الجاب، عبرت الاير جاب اللي ضل. كيف رح تتوزع الباور اير جاب؟ لقسمين، ايش هم القسمين؟ الروتر كوبر لوسز والكونفرتد باور، بنسبة قديش؟ اس واحد ماينس اس. إذا خليني آخذ هلا الروتر كوبر لوسز. تي روتر كوبر لوسز، شوفوا شو رح أعمل الآن هون. هذا الجزء راح يكون نسبته اس وهذا الجزء راح يكون نسبته 1 ماينس اس، ماشي عشان ما تنسى. اللي ضل اذا ايش هلا؟ بي كونفرتد. اذا بي كونفرتد شو بتساوي؟ 1 ماينس اس في ايش؟ في باور اير جاب. والبي روتر كوبر لوسز شو بتساوي؟ اس في ايش؟ هي نسبتها اس 1 ماينس اس. وانا هون يعني بعتبر انه اس رح تكون صغيره المفروض على الريتد لود، رح تكون 3% 5%، وهي رسمت هاي صغيره وهاي كبيره. ولاحظوا كل ما قل الاس عندي احسن بكون. ليش؟ بتزيد عندي شو بقل عندي؟ بتزيد الافشنسي، بتحسن الافشنسي تبعت السيستم. ولذلك التصميم الحديث للمحركات بفضل انه اس تكون صغيره اصغر من 3% كمان. 1.2% 1.1% اذا بطل، لاني عمالي بخفف الروتر كوبر لوسز وبزيد الكونفرتد. طيب شو ضل عندي الان اذا؟ كونفرتد باور، الكونفرتد باور هي اللي راح تتحول الان لميكانيكال مضبوط؟ فانا عندي النقطة هاي شو تحولت؟ هاي نحط كمان خط من هون هاي ميكانيكال وهون صار في تورك برودكشن، تورك انديوست، التورك انديوست راح يتحول عند النقطة هاي راح يصير في تورك انديوست. هلا مضبوط جزء من التورك انديوست راح استعمله عشان ايش اتغلب؟ على الفريكشن على الفريكشنال ويند. بس انا هون عند النقطة هاي تولد عندي تورك، والتورك على فكرة عند النقطة هاي راح يساوي تورك
induced راح يساوي power converted على اوميجا async. مش احنا دائما نقول ميكانيكال باور شو بتساوي؟ هاي الكتريكال باور. بس حساب الميكانيكال باور على ايش بيعتمد؟ ايش بيساوي دائما؟ دائما الباور شو بتساوي ميكانيكلي؟ التورك تورك في اوميجا. هيا الباور كونفرتد بتساوي التورك اللي طلع معي في اوميجا، بس انا نزلتها حطيتها تحت. ولاحظوا هاي الاسينكرون سبيد، لانه ميكانيكيا على اي سرعه انا بلف ميكانيكيا؟ على الاسينكرونس. ميكانيكيا بلف على الاسينكرونس. الروتر على اي سرعه بلف؟ الاسينكرونس. ذات هاي باور كونفرتد على اسينكرونس. طيب نكمل من هون. هلا صار عندي هلا الميكانيكال راح يروح منهم شغلتين، ايش هم التو ميكانيكال راح خسارات اللي عندي؟ فريكشنال ويندج. لا خلص الهيت راح عندي بالكوبر لوسز، هذول الكوبر لوسز راح يعطوني حراره. هذا راح يعطيني فريكشنال ويندج باور. فريكشنال ويندج والثاني شو كان اسمها؟ ستريك. هذا صار عندي الان الميكانيكال افيلبل تورك. هذا تاو available. لاحظوا هون انا كان عندي ميكانيكال باور وكان عندي تورك، بس اضطريت اطرح منهم شغلتين مش هيك ولا مش راح اقدر الف. ايش اضطريت اطرح منهم؟ الفريكشنال ويندج والستريك. فهذا اللي ضل عندي افيلبل يوسفول بقدر اعمل فيه شغل يوسفول برا مش هيك؟ هذا لازم اطرحه. فصار عندي هذا اقل شوي من هذول، هذا صار التورك افيلبل وهذه صارت الباور ميكانيكال اوتبوت اللي هي بتساوي تي اوت مطلوبه في اوميجا ايسك. هون في عندي باور، في كونفرتد باور، بس اضطريت من الكونفرتد باور احط شوي عشان اتغلب على الفريكشن ويندج وشوي عشان اتغلب على السينكرونس. خليني بس اخذ هذا القانون اطوره شوي. عندي تاو انديوست قلنا بتساوي تي كونفرتد على اوميجا ايسك. بدي اغير هذول شوي. البي كونفرتد قلنا شو بتساوي بدلاله الاير جاب؟ هاي شو بتساوي بدلاله الباور اير جاب؟ اير جاب باور 1 ماينس اس في باور اير جاب مضبوط؟ طيب اوميجا اي سينك ايش بتعمل؟ ايش ايش يعني له علاقه باوميجا سينك؟ شو الفرق بين اوميجا سينك واوميجا اي سينك؟ ايش الاوميجا؟ تذكروا ان سينك وان اي سينك ايش هم؟ السرعه. هذول الاوميجا اي سينك ايش بتمثل؟ ايش معناها؟ السرعه اللي بلف عليها مين؟ الروتر. طيب واوميجا سينك ايش هي؟ السرعه اللي بلف عليها مين؟ الفلكس. ايش الفرق بينهم؟ اكس باور. مش ستيب، انتم بتقولوا ستيب قصدكم اس مش هيك؟ اس سليب. اوميجا اي سينك بتساوي 1 ماينس اس اوميجا سينك مظبوط؟ صح؟ مش هي بتساوي جزء منها فراكشن منها؟ احنا كيف اخذناها؟ طيب خلينا نشوف هون. عندي احنا قلنا اوميجا سينك ماينس اوميجا اي سينك على اوميجا ايش كنا نقسم؟ سينك. هاي شو بتساوي؟ اوميجا سينك ماينس اوميجا اي سينك على اوميجا سينك. دي احنا اخذناها ان سينك ماينس ان اي سينك على ان سينك. هاي هي السليب مش هيك؟ نضرب الطرفين من هون بتصير عندي اس في اوميجا سينك بتساوي اوميجا سينك ماينس اوميجا اي سينك. ننقل هاي على الجهه هون، هاي هون وهاي هون، بصير عندي اوميجا اي سينك بتساوي اوميجا سينك الواحد ماينس. اذا محل اوميجا اي سينك ايش بقدر احط؟ اوميجا سينك في 1 ماينس اس. هاي بطل اشتغل هاي صارت هاي بتساوي باور اير جاب على